تلقون اسمه الآن في الموقع اللي عندي ومشاركة له هو، وجعل حقها رسالة في سجل الزوار يسمعها ويقرأها كل من يسمع. كلمني قبل شهرين أو ثلاثة يوم الخميس، كان يوم اجتماع أهلي كلهم وكنت قاعد أنا وإخواني، فتحت سبيكر أسمع الرجل وهو يشكو يا جماعة والله يفتت الصخور، وقال لي قصة صارت معه كل ما ابتعد ورجع لأصحاب السوء يبتليها الله بلية يرجعه، وقاعد يبكي وش أسوي. وأنا قلت له، لن أذكر القصة، قلت له والله يا حبيبي، قلت والله أني متأثر من كلامك، والله لا أظن إلا أن الله يحبك، كل ما رحت رجعك غصب عنك وبحادث ولا بلية ورجعك، والله ما أظن إلا أن الله يحبك، ولكن بقول لك كلمة، ماني قاعد أقول لك وصايا 20 وصية، بقول لك كلمة واحدة بس، والله العظيم لو كنت ربك والله لأعطيك أعظم ما سألت على 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 بكائك وشكواك هذا. قلت تقدر تقول نفس الكلام اللي قلته لي بنفس الطريقة وانت ساجد؟ قال ها. قلت تقدر تقول نفس الكلام اللي تو بنفس البكاء والتضرع وانت ساجد؟ قال ليش؟ قلت سوها والله العظيم أن يغنيك الله عن الخلق كله. أنت شكوت لفقير والفقير هذا رحمك، أجل كيف لو تشكو للغني سبحانه وتعالى أرحم الراحمين؟ جاب يسكر، قال هذا آخر كلام. قلت آخر كلام، واسمع حبيبي الغالي، قلت آخر كلام، لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء بتقول الواحد فقير. أعيد، قلت لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء، هم غم مرض أي أمر، لا ترفع من سجودك وباقي شيء ما قلته وأنت ساجد. قال لي خير إن شاء الله، سكر. دق علي الخميس اللي بعدها، لا والله أرسل رسالة، قال لي أبشرك وجزاك الله عني ألف خير وعن المسلمين، أبشرك أن والله الأمور اللي قلت لك كلها انحلت وزيادة. آخر رسالة، قالوا سألتك بالله إذا ألقيت للناس قل لهم يقول لكم اسمه زامل، وتلقون مشاركته في الموقع، يقول قل لهم لا يرفعون من سجودهم وباقي في خاطرهم شيء ما طلعوه لله الغني سبحانه وتعالى. تقدر حبيبي الغالي الآن؟ تقدر وأنت ليش أحبتي عندنا مصيبة في السجود؟ هذه القضية اللي بختم فيها، سجودنا مصيبة، سجودنا مشكلة، الواحد يسجد كأنه ساجد على جمر. ليش يا أخي؟ أنت أقرب ما تكون بين يدي الله وأنت ساجد، ليش تسجد ترفع على طول؟ وإذا قعدت تشكل الناس قعدت تطول، والواحد يروح يدور استشاريين نفسيين وأطباء ومشايخ تشكالهم، لا تشتكي لأحد، ابحث في القرآن، ابحث في القرآن، لن تجد كلمة شكوى من ضعيف لضعيف. وهذا المصحف قدامك، وما دمت حي راجعني في أي يوم، في أي يوم تلقى أن كلمة شكوى بتصاريفها بثت لأي أحد من خلق الله أو ملك مقرب أو رسول مرسل؟ أبدا. كل كلمة شكوى في القرآن ما تبث إلا لواحد جل جلاله. قال الله لما قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف وحتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، إيش قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أداة حصر، يقول والله طيب هم اللي ضيعوا يوسف، اسألهم طيب من وين حطيتوه؟ يا جماعة هو يعرف، حتى لو سألهم هم ما يقدرون يرجعون الآن، لكن يشكو اللي يقدر ويعلم الآن وين فيه. قال إنما أداة حصر أشكو بثي، مدام شكوى والله ما أبذل وأعلم من الله ما لا تعلمون. تقدر تسجد وتقول لله كل شكواك وتقول أعلم من الله ما لا تعلمون.